قبل ما نبدا كاين واحد الاحتمال كبير ان هاد لا فيديو تقدر تمسح، يقدروا هاد المواقع التواصل الاجتماعي الاخواني يمسحوها. الا ما تمسحاتش نتمنى تستافدوا كاملين. الغرب غضبوا القيصر الروسي، الغرب غضبوا وفقصوا وجعروا وفيقوا الروسي بوتين، جبد عليهم السيف وجبد السلاح المفضل ديالو وبدا كيهدد بالسلاح النووي. القيادة العسكرية لنشر قوات الردع النووي دخلت حالة التأهب القصوى بعد التصريحات العدوانية من الناتو والتي أدلى بها كبار المسؤولين في دول حلف شمال الأطلسي ضدنا. قال الجنرال ديالو أمام الملأ جبد قوات الردع اللي هما النووي، قوات الردع النووي، ووجدهم للحرب. الخزائن ديال موسكو الإخوان عامرة بالقنبلات النووية. وبايدن قال للشعب ديالو ما تخافوش إلا دخلنا الحرب نووية عالمية والعالم تخلع الإخوان وحنا أولهم، كل شيء قاطع الأنفاس ديالو. خصكم تعرفوا واحد القضية، كاين 9 ديال البلدان في العالم اللي عندهم النووي، 9. روسيا هي أول دولة وأقوى دولة واللي كتملك النص ديال القنبلات النووية العالمية. روسيا عندها 6255 قنبلة نووية، 6255. ميريكان هي الثانية، عندهم 5550 قنبلة، قول فايتينهم بألف. من 6000 5000 كنطيحوا للصين 350، فرنسا 290 وتهابط. فهاد 9 ديال البلدان كاينين 5 مع روسيا و4 ضد روسيا. اللي مع روسيا هما الصين وروسيا نيت، باكستان، الهند وكوريا الشمالية. واللي ضد روسيا هي فرنسا، إسرائيل، بريطانيا، الولايات المتحدة. يعني الإخوان لو غابور دو فورس إيكيليبري، إلا مشات حتى شبكات في العالم غيلعبوا 4-5. اللي خاصكم تعرفوا على القنبلة النووية الإخوان هي ما كتباعش بحال السلاح، ميمكنش دولة ولا بلاد تبيع البلاد. السلاح يقدروا يبيعوا لك اللي بغيتي، يبيعوا لك لي زيليكوبتير، يبيعوا لك الغواصات الغير نووية، يبيعوا لك كلشي. كتوصل للنووي ميمكنش يبيعوها، كتبقى كل بلاد كتملك. كانوا قالوا شحال هذه باكستان بغات تبيع ولكن غير إشاعات. على الأراضي الباكستانية يوجد سلاحين نوويين تحت تصرف السعودية. اشنو هو النووي اللي كنسمعوا عليه؟ علاش الناس مخلوعين؟ علاش بوتين كيخرج في عينيه؟ علاش بوتين تايق في راسو وتايق في الأسلحة ديالو؟ ليش كيصلح هاد النووي؟ مناش مكون؟ شناهي القنبلة النووية؟ هادشي اللي غنشرح لكم في هاد الحلقة، ونتمنى هاد الحلقة ما تمسحش الإخوان حيت كتهضر على الأسلحة. هادشي اللي غنشرح لكم في هاد الحلقة مهم بزاف، وغادي توليو كتفهموا شنو 90% ديال الناس ما عارفينش على النووي. في 1938 في الألمان واحد العالم ألماني اكتشف بأن ملي كتشد النواة ديال اليورانيوم وكتضربها بالنيوترونات وكتقسم على جوج كتديغاجي وكتخرج واحد الطاقة لا مثيل لها، ما يسمى بالانشطار النووي. الدراري ما ندخلش معكم في التكنيك، داكشي ديال الفيزيك ديال الباك ديال السيزيام انا ما عنديش معاه، نعطيكم مصطلحات بدائية الإخوان باش دغيا كلشي يفهم. وهاد اليورانيوم اللي كيعطينا النووي الانشطار النووي فيه جوج، كاين اورانيوم 235 وكاين 238. الانشطار النووي كيجي من الانشطار ديال اليورانيوم ولا الانشطار ديال البلوتونيوم، والبلوتونيوم حتى هو كيجي من داك اليورانيوم 238. دونك بلا ما تخرقوا الاخوان نحبسوا هنا. من 1938 ل 1942 كانت امريكان الشغل الشاغل ديالها هي كتخدم جميع العلماء اللي هاربين من اوروبا، اللي هاربين من المانيا، كيجيو لعندها كيخدموا على القنبلة النووية الذرية. القنبلة الذرية هي القنبلة النووية. شيكاغو باين كان هو أول مفاعل نووي تاريخ، وكان تكتشف وتصنع في جامعة شيكاغو. من 1942 ل 1945 كان أكبر وأضخم مشروع نووي اللي سميته مانهاتان بروجيكت، كان الغرض ديالو هو إنتاج أقوى قنبلة نووية ذرية في العالم. في 1945 كانت أول تجربة وأول تفرقيعة ديال قنبلة نووية في تاريخ البشرية، كانت دارت في الصحراء ديال نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي نفس العام 1945 كانت أول قنبلة استعملت في حرب، اللي هي هيروشيما اللي كاملين سامعين بها، وتبعتها ناكازاكي. هيروشيما كانت تلاحت بدون أي تجربة، ما عمرو داروا شي تيست، شدوها لاحوها، قتلات أكثر من 80,000 واحد، وناكازاكي قتلات أكثر من 40,000 واحد. هادشي اللي كنهضروا عليه في 1945. دابا في 2022 كاينه واحد الحوته في السواحل اليابانيه سميتها الموراسوي. هاد الموراسوي ممنوع تاكلها، علاش؟
حنت شبعانا راديو اكتيفيتي في الاشعاع النووي، الاشعاع النووي اللي فيها في 2500 مره المعدل. تخيلوا معايا ضربوهم في 1945 وباقي لي ديغا الى يومنا هذا على الارض وعلى التربه وعلى البحر. موراها في 1961 جا الاتحاد السوفيتي والرواسه قالوا الامريكان ما كتعرفوش لهادشي، قالوا لهم حنا صوبنا واحد القنبوله سميتها تسار بومب. التسار بومب الاخوان هي اكبر واخطر واقوى قنبله ذريه نوويه تجربات في تاريخ البشريه. هيروشيما قلت لكم قتلت 80 الف واحد ودارت دي ديغا الى يومنا هذا. تسار بومب الاخوان وجدوا ديناتكم معايا، تسار بومب الاخوان 30 الف مره اقوى من هيروشيما، 30 الف مره. وكنهضروا على 1961، دابا كيقولوا التكنولوجيا اللي وصلوا ليها راه الاف الاضعاف ديال هادشي. هاد القنابل الاخوان الذريه والنوويه كيدخلوا في برامج ديال الدول، ما كاينينش شركات، ماشي بحال السلاح كيصوبوا الفراده وكيصوبوا الطنوقه، لا هادو الدول هما اللي كيصوبوهم. وكما قلت لكم ممنوع يتباعوا من دوله لدوله. وهاد القنابل الاخوان كيتقاموا غاليين بزاف، والانفراستركتور ديالهم والبنيه التحتيه باش يتصوبوا غاليه بزاف، علاه؟ ماشي كاع الدول اللي عندهم. Nuclear power construction projects are complex and require large capital investments. All countries considering the introduction of nuclear power will need to well plan the reactor construction phase in order to optimize costs and delivery schedules. كيقولوا البنية التحتية كيهضروا بلايين الدولارات، مليارات الدولارات، كيقولوا بين 20 حتى 100 مليار دولار. راه الناتج الداخلي الخام للمغرب 126 مليار. وكبنية تحتية تقدر توصل حتى 100 مليار باش تصوب القنبلة النووية، وهذا الشيء غير باش دير المفاعلات النووية بلا صواريخ وبلا كيفاش غتوصل. وكاينة حاجة أخرى الإخوان، كيفاش غديليفري هاد القنبلة؟ حيت القنبلة هي مادة، ملي كيبان لك صاروخ طار هذاك الصاروخ بحال اللي قلتي غير الطاكسي ديال القنبلة، القنبلة وسطو. كاين بزاف ديال الطرق باش كتمشي، كاينين الصواريخ الباليستية عابرة القارات، هذوك الصواريخ الباليستية هي تقدر تضرب من روسيا تمشي حتى لأمريكا. كاين حاملة الطائرات اللي داروا في تسار بومب وفي هيروشيما، كتكون طيارة هازة القنبلة كتطلقها في السماء وكتهبط، هادو طرق مختلفة كيفاش كتوصلهم. وكاين قنابل تكتيكية وكاين قنابل استراتيجية. استراتيجية هي اللي هضرت لكم عليها، هي ملي كتبغي دولة تضرب دولة بعيدة بزاف. دابا الرواسة عندهم صواريخ كيوصلوا للعالم كامل الإخوان، هادو كيكونوا كيتسموا قنبلات نووية استراتيجية، دي بومب استراتيجي بعيدة المدى. بحال مثلا شي نهار إسرائيل تسخن عليها الراس بغات تضرب كوريا الشمالية غتستعمل قنبلات استراتيجية. وأحسن طريقة هي اللي قلت لكم هي ديال اللي معروفة هي الصواريخ الباليستية. صاروخ باليستي كيطلع فوق الغلاف الجو وكيعاود يهبط وكيمشي لديك التارغيت اللي انت بغيتي يضرب. وكاين اسلحه نوويه تكتيكيه مسافه محدوده، هادو ما عمرهم تستعملوا في التاريخ الاخوان، وكنتمنوا ما يتستعملوش في هاد الحرب. في هاد القنابل التكتيكيه كاينه واحد القنبله كتسمى نيترونيه، ما مديوراش باش تشتت المباني، هي كتمشي كتضرب ما كتفركعش داك المحيط اللي فيه، ولكن مديوره باش تقتل البشر، قنبله نيترونيه. الخزائن الاخوان ديال موسكو عندهم اخطر واحدث قنابل ذريه نوويه في العالم، بر جو بحر. عندهم حتى غواصات الاخوان يقدروا يريبوا بهم السواحل، وهاد الصواريخ يقدروا يضربوا بهم اي بلاصه بغاو في الكره الارضيه، وصلوا ليها. من اشهر الصواريخ اللي عندهم الار اس 28 صرامه، كيلقبوه بصاروخ يوم القيامه. هاد الصاروخ الاخوان عنده القدره يشتت المانيا وايطاليا مجموعين. تخيلوا معايا ألمانيا وإيطاليا في نفس الوقت، صاروخ واحد يشتتهم بجوج، المساحة ديالهم مجموعة. ويقدر يخترق أي نظام دفاعي في العالم ديال الصواريخ، ما كاين حتى شي نظام دفاعي في الصواريخ يقدر يشتت الإير إس 28 الروسي. عندهم واحد الصاروخ أخر كيسميوه الشيطان، حتى هو غير محدود المدى الإخوان، يقدر يضرب فيما بغى وكيبقى يديفي، وخا كتصيفط ليه الصواريخ باش يحبسوه كيبقى يهرب عليهم. وكيضرب اي نقطه بغيتي في العالم. عندهم بزاف الاخوان، عندهم غواصات نوويه كما قلت لكم يقدروا يريبوا بهم السواحل ديال البلدان. دونك الاخوان الله يحط السلامه وصافي، حنا ما بغيناش نحضروا نهايه العالم. دابا بوتين كيهدد، بايدن كيهدد، الناس مخلوعين كيرجعوا. بايدن قال السكان ديالو
في روسيا يغادروا روسيا. كاينين اشاعات كيقولوا بوتين دا العائله ديالو لواحد المدينه تحت الارض في سيبيريا، ولكن ما متاكدش من هذه المعلومه. الاخوان تتقلبوا على راس. مهم كنعيشوا واحد الضغط نووي كبير الاخوان. ما عمر كان الانسان وصل لهاد لا تكنولوجي النوويه اللي حنا فيها تقدر تدمر الكره الارضيه. والله يستر وخطر حرب نوويه الاخوان ونخرجوا سالمين. راه كما قلنا كاينين ديك لا غاديو اكتيفيتي وداك الاشعاع اللي كيبقى يضر الكره الارضيه مورا مئات السنوات. الحوت كيموت، النباتات كيموت، والانسان كيمرض بامراض خايبين. دونك الاخوان راه ما مزيانه حتى شي واحد. كنتمنى تسالي دبلوماسيه، كنتمنى الاخوان خليوا لي لي كومونتير ديالكم. اش كيبان لكم الاخوان؟ واش بوتين من حقه يهدد بالنووي؟ واش بايدن خصو يكالمي معاه لصالح البشريه، ولا تا هو خصو يهدد ويرجعوا لبلاصتو؟ اشنو كيبان لكم الاخوان؟ كيفاش تقدر تسالي علاش كيهدد بالنووي؟ واش المغرب في امان؟ واش حنايا في القاره الافريقيه في امان ولا لا؟ ولا حنا نقدروا نتقاسوا؟ خليوا لي لي كومونتير ديالكم. تابوناو في يوتيوب هو المقاول، فيسبوك المقاول، انستغرام المقاول اوفيسيال. وكان معكم عزيز نوفل، وهذه القناه مديوره لتطوير وتغيير العقليات.